توقع أن أبعن تحالف سائرون رياض المسعودي أن ينهي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فراغ كابينته الوزارية خلال الموعد الذي تعهد به أمام البرلمان، مشيرا إلى أن موضوع الوزارات الشاغرة ليس عليها أي خلاف سياسي وإنما البحث عن شخصيات مهنية من رحم تلك الوزارات. وقال المسعودي أن المعضلة الأكبر هي تمرير الحكومة قد أنجزت، وأن سد الفراغ الحقائب الوزارية الشاغرة أمرا لم يعد صعبا خاصة، وأن تلك الوزارات هي من نصيب مكونات محددة.